سوريون يتنقلون مرة أخرى تحت جنح الظلام، يحملون كل ممتلكاتهم أملاً في حياة جديدة. لكن هؤلاء لا يدخلون أوروبا، بل يهربون منها. العديد منهم يهربون أنفسهم بصورة غير قانونية عبر ذات الطرق التي سلكوها في السابق للوصول إلى أوروبا. الجميع هنا خائفون من أن تمسكهم الشرطة اليونانية في أي لحظة. بعد سنوات من العيش كلاجئين في أوروبا، يقول معظم هؤلاء إنهم ممتنون لإيوائهم، لكن حلمهم الأوروبي وصل بالنتيجة إلى الفشل. مستحيل أرجع لألمانيا أو لأي دولة أوروبية. أولاً لأني نحن بس فقط لأننا مسلمون يقولون أننا إرهابيون. في كل أسبوع يتسلل مئات اللاجئين خارجين من أوروبا. التحقت بهم في رحلتهم الخطرة. أريد أن أفهم لماذا يتخلى أي كان عن السلامة والأمان ليعود إلى سوريا التي تمزقها الحرب. هذه بادن فوتنبرغ في جنوب ألمانيا، بعيدة كل البعد عن الحرب في سوريا. هذه الولاية التي يغلب عليها الطابع الريفي هي اليوم وطن لإحدى أكبر جاليات اللاجئين في البلاد. فخلال السنوات القليلة الماضية طلب نحو 150 ألف شخصاً اللجوء هنا. جئت إلى هنا لألتقي بعدد صغير لكنه متزايد من اللاجئين الذين اختاروا العودة إلى حياة الخطر في وطنهم سوريا. وصل زكريا ذو 27 عاماً إلى ألمانيا حاملاً معه أحلاماً عريضة. اتجهنا لألمانيا، لأن سمعنا وهيك وصلتنا الأخبار إنه رح يعطونا بيت ونسكن فيه ونكون مبسوطين، لأنه قالونا أنه بلد ألمانيا بلد حلو كتير ورح تستقبلنا بسرور ونكونوا سعيدين. يقول زكريا إنه كان يتطلع لاستئناف عمله هنا كحداد، يعني أبدأ أو يعني أقدم لهم شيء وأفرجيهم أنه العرب جايين لهون ومو بس لاجئين، لا جايين يشتغلوا وجايين يفرجون أنه نحن جايين موشن الراتب اللي بيعطونا إياه 300 يورو، لا جايين نشتغل ويعني أقدم لهم شيء اللي قدمونا إياه وأحسن. ولكن بعد عامين لم تجري الأمور كما كان زكريا يأمل، فهو يعاني من صعوبة اللغة ولا يزال يبحث عن عمل. حس حالي أنا غريب هون وما في اندماج مع المجتمع الألماني، وحاولنا نندمج أكثر من مرة بس هن بصراحة يعني كتير ناشفين وما بيندمجوا معك. بعد سنتين صار لك أنت هلأ حوالي سنتين هون، ما في أي قطعة من هذه المدينة حسيت إنها صارت زي يعني بيتك ولا بلدك الثاني؟ بصراحة برجع عليك لأنه يعني حاولنا كتير إنه نكون نتعايش مع المكان أو نتعايش بالمكان اللي عايشين فيه أو هي المدينة أو غير مدينة، لقينا صعوبة كتير. طوال الأشهر السبعة الماضية يسكن زكريا في ذات البيت مع أكثر من 20 لاجئاً آخر. هاي. مرحبا شباب. وفي هذه الغرفة يشارك 4 أشخاص آخرين العيش والأكل والنوم. غربي. عشنا مع شباب كويسين وطيبين، بس الخمسة مع غرفة واحدة ما كويسة ومكان سيء بصراحة. توفر ألمانيا سكناً مجانياً لكل اللاجئين، ولكن على زكريا أن يجد عملاً إذا أراد العثور على سكن أفضل. والعمل كمان ما في إلا بدون تتعلمي لغتهم، ولغتهم إذا بدك تتعلميها بدك مدرسة. رحت قلت لك أقدم، قالوا لي انتظر. وبالنسبة لحلم الألماني سيء.
تلخص هذه الأوراق حياة زكريا هنا خلال العامين الماضيين، فقد قدم طلبات توظيف وطلبات تعلم اللغة الألمانية، وكل ما استطاع فعله هو الانتظار لأنه لم يتلقى رداً. ومع شح الفرص هنا كثيراً ما تعيد الأفكار زكريا إلى الوطن. أكيد راح نقفله لأني في بعض الناس سيئين. اللي جبته من حلب أكيد هالقميص ذكرى. ذكرى شو؟ من حلب، من بيتنا. وفي بعض الأشياء الموجودة يعني مثل قلك. هل كنت لابسه لما أجيت من حلب القميص؟ ايه نعم، هذا أول واحد لما كنت على الطريق من تركيا لألمانيا لابسه، وأبدل في عندي بدلات تانية. في عندي هاي البيجامة ذكرى من حلب من فرقان. هاي البيجامة ذكرى من حلب من فرقان. تلبسها هون؟ بصراحة ما صارت الفرصة لحتى ألبسها لأني يعني جو حزين وما منا سعيدين هون ولا أنا مبسوطين كتير. بعد عامين من العيش في ألمانيا يشعر زكريا بالندم على قراره المجيء إلى أوروبا. جينا من بطش الحرب لهون على أبشع بصراحة، يعني ما هو على أفضل أو تحسنت أمورنا، لا على أبشع أو يعني وضع سيء جداً. فأنت تعبت يعني ولا كيف حسيت العيشة هون؟ هلا أنا مو تعبت، يعني استغربت من ألمانيا، استغربت كتير. يعني فكرنا إنه أجمل من بلادنا أو أجمل من بيتنا، طلع لا بصراحة، لا بصراحة لا، يعني طلع العكس تماما. بلدنا طلعت أجمل وأنظف وأحلى. بس يعني أنت بتتذكر بلدك قبل ما تبلش حرب؟ أكيد. هلا صارت يعني صارت مدمرة، صح؟ أكيد مدمرة أكيد، بس مو من أنا، مو من الشعب السوري. أكيد مدمرة من الطغيان. لا فهمان عليك، بس قصدي مش هون أحسن؟ صح إنه المستوى مش حلو والوضع مش أحلى، بس في أمان؟ هلا بنحكي على الأمان. الأمان بصراحة موجود الأمان، بس تعب النفسي ببقى قبل الأمان. تعب النفسي لما تكون انت تعبانة نفسيا ما في شيء يداويكي. هون بألمانيا تعبنا نفسيا وجسديا وعقليا وروحيا، وبصراحة يعني صار عنا يأس. بعد عامين أو ثلاثة على وصولهم، يقول العديد من السوريين إنهم يجدون صعوبة كبيرة في التأقلم مع حياتهم الجديدة. ما حققت شيء من اللي كنت يعني متصور إنه أحققه، ولا 1%. يعني مو بس أنا، كثير من الشباب. الآن قرر زكريا مغادرة ألمانيا والعودة إلى وطنه، وهو ليس الوحيد. لكن مع غياب إحصائيات رسمية تستحيل معرفة العدد الدقيق للسوريين الذين يغادرون أوروبا، وتشير التقديرات إلى أن المئات يغادرون الآن كل أسبوع. ومثل ما جيت تهريب راح أرجع تهريب على بلدي سوريا. يواجه زكريا كمعظم اللاجئين السوريين الراغبين بمغادرة أوروبا رحلة صعبة وخطرة، فعليه تهريب نفسه براً من اليونان إلى تركيا. قالوا لي ألمانيا جنة الله على الأرض، طلع هالشي كله كذب. هذه مدينة ثسالونيكي في شمال اليونان، وهي المحطة المقبلة في رحلة زكريا. إنها وجهة سياحية رئيسية، ولكنها أيضاً مفترق مزدحم لطرق الهجرة إلى أوروبا. هنا يتلاقى في اتجاهين متضادين الداخلون إلى دول الاتحاد الأوروبي من الشرق مع أولئك الذين يغادرونها. في محطة الحافلات المركزية يستعد عشرات السوريين لمواصلة رحلتهم إلى تركيا، ومنها إلى سوريا. من بينهم زكريا الذي يقول إنه لا مجال هناك للتراجع. لا بالعكس، ما لي خايف من الطريق ومتحمس إنه أصل، وحتى لو كان في مشو أو كان في صعوبة أو مطر أو برد أنا مستعد أمشي عشان أصل لتركيا، وإن شاء الله بعدين على سوريا حتى أشوف الأهل إن شاء الله.
ليس الرجال غير المتزوجين وحدهم من يغادرون أوروبا، بل إن من بين المغادرين عائلات لديها أطفال، ولد بعضهم في ألمانيا. تساءلت لماذا قرروا أخذ أطفالهم إلى منطقة حرب؟ وصل محمد لتوه من ألمانيا مع زوجته الحامل وأطفاله السبعة. والله إذا الواحد بده يفكر بس في المادة وينسى كرامته، لا أنا بفضل إنه يعني إنه يكون يعيش بين يعني بين حيوانات أحسن له، يعني لأنه إذا الواحد ما إله كرامة وما إله نفس عزيزة ونفس عفيفة بلا من هالعيشة كلها. يعني في ناس رح يتفرجوا هاي المقابلة ويفكروا إنه يعني ما زال في سوريين بيقتلوا حالهم ليوصلوا للفرصة التي أتاحت لك أنت وأولادك، إنه كيف تقدر تتركها وتروح؟ عيشة مش مصاري بس، ولا عيشة إني والله أنا يعني هون هذول بدهم، يعني أنا جاي عند ناس فهمانين يعني درسين، وعندهم بالعكس هذول درسين بس، ولكن إنه ما عندهم مش يعني أخلاقهم هم هيك، تصرفهم عادي يعني هم هيك طبعهم، الشغل اللي بتصرفوها هيك يعني إنه حرام مو حرام هذا عندهم هيك طبيعتهم يعني. هذا الاشي يعني غلط، هذا الاشي صح، هذا مثل ايش يعني اشرح لي موقف صار يعني عندهم هون، يعني لو الواحد يعني ممكن انه البنت يجي يحكوا لها انت هون يعني لك الحريه اعمل بدك اياه، طب هاي بنت صغيره بدها تربع هذا الاشي، يعني لما تربع هذا الاشي البنت لما تسمع هذا الحكي توعى هذا الحكي وتسمع هذا الحكي من الناس، يعني هم هون يعني بتفكرهم انه ناس هم الفهمانين يحكوا لها انه انت لازم تاخذي حريتك وتنجدي على حريتك الكامله، انت هون عايشه بالمانيا لا تخافي لك حريتك الكامله، لك حريه شخصيه الكامله. سليم. امام زكريا والسوريين الاخرين الان رحله الى الحدود تستمر 5 ساعات، وهي آخر محطة لهم قبل عبور أوروبا إلى تركيا سيراً على الأقدام. أنا مندهشة حقاً من عدد السوريين الذين يقومون بهذه الرحلة. هذه الحافلة مكتظة بالمسافرين. تحدثت مع بعضهم لكنهم يخشون الحديث أمام الكاميرا. أمضيت بعض الوقت مع الأسر في هذه الحافلة وأدركت أنهم لم يكونوا جميعاً غير سعداء في أوروبا. بعضهم لا يرغب سوى بلم شمله مع أسرته أياً كانت المخاطر. في بعض الناس رجعت لأنه ما عم يقدروا يعملوا له لم شمل بالأصل يعني. فتركين أولادهم مهجرين ومثلاً والأهل هونيك، جزء من العائلة مثلاً بأوروبا، جزء من العائلة مثلاً بتركيا، الجزء الثاني بسوريا، ما عم يقدروا يلموا شمل. يعني اللي صار على الشعب السوري ما حدث في التاريخ قاطبة. زعلان إنك تارك أوروبا؟ انك ما قدرت تجيب اهلك ولا؟ والله زعلان. اوروبا كويس وشعبها طيب جدا، يعني اللي عاملونا اياه يعني يمكن ما نحلم يعني بالشعب الاوروبي، يصير على اول تعود هيك يصير مثله انسانيين، يعني كناحيه انسانيه انا عم بحكي. للاسف هذا طلع اولاد. تحت جنح الظلام تستعد الأسر للعبور إلى تركيا بشكل غير قانوني. العديد منهم يقوم الآن بتهريب نفسه سالكاً ذات الدروب التي دخل منها إلى أوروبا. وكما الحال من قبل فقد حزموا متاعهم في أكياس صغيرة آملين مرة أخرى بحياة أفضل. الجميع هنا خائفون من أن تمسكهم الشرطة اليونانية في أي لحظة. ومع اتخاذ عدد كبير من المهاجرين هذا الطريق السرية للعودة إلى الوطن، بدأ السوريون يطلقون عليه اسم باب أوروبا الخلفي. وبينما يغادرون يوجه زكريا رسالة أخيرة للدولة التي استضافته. مستحيل أرجع لألمانيا أو لأي دولة أوروبية، أولاً لأني نحن بس فقط لأننا مسلمون يقولون أننا إرهابيون أول شغلة، والشغلة الثانية بينزلوا علينا نظرة بخافوا مننا، وإن كأنه نحن وحوش أمام يعني أناس بشر ونحن ما لنا بشر. أنا بتمنى من الحكومة الألمانية
ومن دول أوروبا إنهم يراعوا عاداتنا وتقاليدنا، عادات تقاليد اللاجئين اللي دخلون فوتول استقبلون عندهم أكثر من الوضع الحالي، لأنه ما فينا بيوم وليلة ننقلب من شيء لشيء ثاني. لا يمكن هذا الشيء عم يفرض علينا إنه نترك أوروبا ونرجع لبلد الحرب والدمار بسبت إنه ما عم يراعوا عاداتنا وتقاليدنا. يلا السلام عليكم. دير بالك أبو عدي. بعد بضعة أيام ومع اقتراب الفجر وصلت إلى الجانب التركي من الحدود، حيث أردت مشاهدة اللحظة التي يغادر فيها سوريون أوروبا ويدخلون تركيا سيراً على الأقدام. أظن هذه عائلة من الذي مرأوا هلأ من اليونان ودخلوا إلى تركيا. بعد عدة أيام من السفر يحقق هؤلاء السوريون أخيراً هدفهم، وهو الهروب من أوروبا. بعد عبورهم المياه الباردة سيشعر العديد منهم بالارتياح لنجاحهم في اجتياز النهر. في الشتاء جرفت الأمواج العاتية بعض اللاجئين. أرى امرأة تقود اللاجئين في اتجاهنا، قيل لي إنها مهربة. كيف كانت الرحلة ندى؟ كانت الرحلة موفقة يعني، والحمد لله وصل الكل بخير وسلامة وما طولنا كثير يعني، خلال ساعتين خلصنا وعبرنا العالم ووصلنا هلا على الضيعة التركية وهلا طالعين على اسطنبول. كم واحد جبتوا؟ شي 20. 20 واحد؟ 20. اليوم كانت واحدة رحلة واحدة؟ رحلة واحدة بس مو رحلتين. طب هدول كلهم الناس راجعين لسوريا؟ نص لسوريا ونص لتركيا. سار هؤلاء اللاجئون السوريون المتعبون والجوعى لما لا يقل عن 48 ساعة قبل وصولهم إلى هنا. مرحبا وليد. مرحبا. كيف حالك؟ تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف مبسوط هلا؟ لا والله. ليه؟ يعني شو بدي أقول لك، والله ما بعرف. لا هنيك انبسطنا ولا هون مبسوطين. وين بدك توصل؟ انا عندي مراجع كرمال اولادي، ما اقدر اطالعهم، او بالاحرى يعني ما حد يتعاطف لي موضوع الاولاد. شو بدي اضل اسوي باوروبا؟ طب ليه زعلان؟ زعلان على وضعنا، صرنا من امبارح على الطريق. قطعت محادثتنا فتحت طائله الاعتقال بسبب وجودنا في منطقه عسكريه طلب منا ان نغادر بسرعه. حشرنا جميعا بسرعه في سياره واحده، وبات من الصعب علينا التحرك بسهولة. وبينما نتوغل أكثر في تركيا، أبلغنا أن العديد من اللاجئين يمولون رحلة خروجهم من أوروبا ببيع وثائق سفرهم وبطاقات هوياتهم الألمانية للمهربين، ويستخدم المهربون هذه الوثائق ذاتها لتهريب آخرين من تركيا إلى أوروبا. أصبحت حركة المرور هذه في الاتجاهين تجارة مربحة جداً. يا شباب هلأ إذا انكمشنا ما حدا يخاف ولا حدا يقلق يعني، وإذا هددوكم مين المهرب ما حدا يحكي، المهرب تركنا وراح بسيارة ثانية. لا ترغب المهربة بالكشف عن هويتها. يعني هل بس البوليس اللي يخاف منه؟ لا مو بس البوليس، يلي هو ما بس طريقة أنه ننكمش البوليس بينخاف منه، لا بالعكس في عنا خطورات ثانية من لما بنطلع لحتى نوصل. من الواضح أن الرابحين الحقيقيين من أزمة اللاجئين هذه هم مهربو البشر، فهم يجنون المال في كل خطوة من الطريق أياً كان اتجاه السفر أو طول الرحلة. بعد رحلة طويلة وصلنا إلى إسطنبول حيث يتم إنزال اللاجئين.
تمارس ندى ذات 24 عاماً التهريب منذ أكثر من عام، وتقول إن ليس لديها خياراً آخر. يعني أنا لما جيت لهون قعدت بفترة بسكن مشترك، فكان معي 15 بنت، فهدول ال 15 بنت الموجودين من جنسيات عربية مختلفة، فكلهم ماشيين بنفس المسار. ال 15 كأنه مبرمجين، عقلهم مبرمج على شيء يمشوا فيه، هو المسار المنحرف، المسار يلي مثل بياعين من الهواء. بس ما كان فيك تأثري بحياة الأشخاص بشغلة ثانية؟ شغلة مش غير يعني ما بتكون غير قانونية؟ إجباري شيء غير قانوني لازم يكون شيء شخص مجرد من الإنسانية، بيطلب مبالغ كبيرة، بيترك العالم، بيعطيهم وعود كاذبة، حياة الناس وأرواح الناس كانت ما لها فائدة، ما لها معنى عندهم. أي حبيت أشتغل شيء غير قانوني بس بنفس الوقت إنساني، لأعمل أول مرة، لأعمل أول خطوة، يعني أول بصمة بالشيء الغير قانوني بس يكون إنساني. تكسب ندى المال، ولكنها لا تزال تحلم بالاستقرار في أوروبا. بقول انه العالم عم تحسن توصل وانا ما عم بحسن اوصل، العالم عم تحقق لي حلمي اللي انا ما عم بحسن حققه. فابشع شيء بشغلي انه هيك، لما بخبر انه هن وصلوا ولما بيجي جروب راجع من اوروبا شو بتحكي لهم؟ حدا ترك هيك حياه مثلا، انا بشوفها بنظرتي انه حياه رفاهيه، حياه كريمه، مثري كل شيء لتحقق كل شيء ببالك. في هذه الرحلة غير العادية للخروج من أوروبا، التقيت العديد من الأشخاص في الطريق، ولكل واحد منهم قصته الفريدة حول سبب إدارته ظهره لأوروبا. ولكن ما يجمع بينهم هو صراعهم اليائس للعثور على وطن يكونون فيه سعداء كما كانوا في سوريا ذات يوم.